بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة وكرة النادي الأهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد بناء يحييكم من صالة الأمير عبد الله الفيصل. واللقاء وعودة للأهلي ودوري السوبر مرة أخرى بعد التوقف دام فترة أكثر تقترب من الشهر للمنتخبات. منتخب مصر اللي لعب في بطولة قطر وعاد ولعب الجولة الأولى في تصفيات أمم أفريقيا، يعود الدوري الممتاز مرة أخرى، واليوم بداية أحداث العودة ولقاء ديربي الجزيرة، الأهلي والجزيرة من صالة الأمير عبد الله الفيصل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدوري الممتاز في المرحلة الترتيبية. طبعا اللقاء تم تأجيله يوم 26 نظرا لوفاة السيد العمري فاروق العمري رحم الله الفقيد وأسكنه الله فسيح جناته. على بركة الله بداية نقول التشكيل فرقتين سريعا كده. النادي الاهلي تشكيله اليوم رقم 2 عيسى ليونز، 3 عمر عزب، 5 عمرو الجندي، مروان سرحان، 6 الكابيتانو سيف سمير، 8 عمر حاتم، رقم 9 مصعد من 18 سنه مصطفى كيجو، 10 كريم حاتم مصعد من 20 سنه، رقم 11 احمد مهيب، رقم 14 ابو النصر، 23 عمر طارق، 55 وعمر موفق رقم 18 تحت 18 سنة رقم 1. القادة الفنية للسنيور أوجستي جولبي بوش ومساعدة كابتن أحمد الجرحي وكابتن رامي الدياصي. أما تشكيل الجزيرة النهاردة عبد الرحمن الجندي منو رقم 3، رمح سامح، أحمد حاتم، أحمد سامي، زياد صقر، عاصم الجندي، سيف الصناديلي، جونس المحترف الأمريكي، كريم دهشان، محمد جيزة وعبد الفضيل ديلا. القادة الفنية للكوتش أحمد صقر اللي تولى القيادة بعد اعتذار كابتن وائل بدر وانتقاله الى نادي الزمالك للاشراف الفني والاداره الفنيه لنادي الزمالك. على بركه الله كل التوفيق للماتادورز الاهلاوي. الخماسي ولا ستارت لاين اب اللي بادئ بيه الكوتش اوجستي كيجو، عيسى ليونز، ابو النصر، مروان سرحان، واحمد مهيب. اما تشكيل نادي الجزيره الستارت لاين اب اللي بادئ بيه كوتش احمد صقر، عبد الفضيل رقم 55، عاصم الجندي رقم 13، وعبد الرحمن الجندي رقم 3، وكريم دهشان رقم 24، وفي الأخير رميح سامح رقم 4. طاقم حكام اليوم هو كابتن عمرو زاهد، كابتن محمد دمياطي، كابتن مصطفى عبد البسيط. على بركة الله الجامبول الأول والأخير في أحداث هذا اللقاء. الاهلي والجزيره ديربي جديد من ديربيات كره السله، ديربي الجزيره ما بين الاهلي والجزيره. جامبول ما بين كيجو وعبد الفضيل، والحيازه تذهب لمنو او عبد الرحمن الجندي. كريم الدهشان في بدايه الهجمه لنادي الجزيره، يسلم لديلا او عبد الفضيل بالهاند اوف على طول مع عبد الرحمن، يسلم على طول لاخوه ادي دهشان في الدرايف واحد على واحد على الميديم شوت، شوت لا يسجل، تراي كده على الباسكت لكن في الديفنسيف ريباوند يقطع مروان سرحان، يلم مروان سرحان ويعمل التيرن اوفر، رميح سامح على طول اوبن شوت على 3 بوينت لا يسجل، عيسى يهدى على ملعبه ويبدا الهجمه للنادي الاهلي. عيسى في الدرايف واحد على واحد يروح في الاول ذا واي، ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث كوارتر اول ما بين الاهلي والجزيره. ديربي الجزيره اللقاء المؤجل من الجوله الرابعه في المرحله الترتيبيه. عبد الفضيل الحيازه للجزيره، رميح سامح في الدرايف واحد على واحد، رميح يروح يصل لا يسجل، عبد الفضيل سكند شانس حاول يلعب يروح بالباك ليب ما يسجلش، كيجو على طول ديفنسيف ريباوند ولا اروع. عيسى ليونز، عيسى في الدرايف في الاول ذا واي بشماله ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده واند 1 ياتي بها عيسى يجعل النتيجه والمقدمه حمراء 5 لا شيء. ادي عيسى في الاول ذا واي، ثاني تراي لعيسى او ثاني محاوله لعيسى ليونز على الباسكت ينجح في تسجيل اند 1، رميه حره اضافيه لعيسى ليونز، عيسى اند 1 غير ناجحه، يلم على طول كريم دهشان يبدا الهجمه. كريم دهشان في مركز صانع الالعاب يسلم على طول للجندي، الجندي يقلب على طول سكيب باس لكريم دهشان، درايف من الميدل يروح لكن عيسى يعمل ستيل ولا اروع، تروح على طول لابو النصر، ابو النصر فصل بيك يسلم لمهيب، مهيب في الاوبن شوت ما يسجلش، زق الكره كده توصل في الاخير رميح سامح
فاست بريك عند كريم دهشان ينجح في تسجيل اولى نقاط نادي الجزيره في احداث وعمر الكوارتر الاول لصالح النادي الاهلي. النتيجه 4-2 لصالح الاهلي والاهلاويه. مروان سرحان بالهاند اوف على طول مع عيسى ليونز. عيسى اوبن شوت، عيسى 3 بوينت، عيسى ولا اروع ينجح في تسجيل 3 نقاط. عيسى ليونز اول 7 نقاط في احداث الكوارتر الاول بامضاء عيسى ليونز. هجمه لنادي الجزيره، دي فان دي جوه لمانو يشوط بالميديم شوت ما يسجلش، لكن هنا على طول يزق الكوره ابو النصر والاوتسايد لصالح نادي الجزيره. هيطلع الكره والاوتسايد نادي الجزيره عن طريق عاصم الجندي. اوبا بقى نفسه كريم دهشان يسلم على طول للجندي. عاصم يروح بالفلتر شوت ما يسجلش، على طول يزق الكره كده لمهيب عن طريق مروان سرحان. عيسى ليونز يبدا الهجمه. عيسى بالكروس اوفر يسلم لمهيب. مان تو مان لازال نادي الجزيرة 1-1 ما بين ديلا وما بين كيجو. يقطع له كده على طول ابو النصر، لكن سكن شانس ولا اروع من مصطفى عصام كيجو ينجح في تسجيلها ويوسع الفارق الى 9-2 لصالح الاهلي والاهلاويه. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والكابتن خالد مرتجي عضو مجلس الاداره. ميديم شوت لكريم دهشان ينجح في تسجيلها بنقطتين، إداء الفارق إلى 5 نقاط. 6 مباريات لعبهم نادي الجزيرة في المرحلة الترتيبية، فاز في 3 مباريات من أصل 6، ودي المباراة 7 اللي زي ما قلت لحضراتكم مؤجلة من الجولة الرابعة. أما النادي الأهلي فلعب 6 مباريات استطاع الفوز بيهم، وفي أقرب توقيت أو إيقاف المباراة هقول لحضراتكم عن النتائج. أبو النصر باك بيفوت ولا أروع، سبين ولا أجمل، لكن لا يسجل. يلم مره ثانيه وحافر معاه كده، تصل في الاخير لكيجو. كيجو يلعب في الوان ان وان بالهوك، كيجو لا يسجل. تراي مره ثانيه، تصل للاخير الى كريم الدهشان. دهشان يهدى على ملعبه كريم الدهشان. كريم يطلع على طول لعاصم الجندي الاخ الاوسط لعمرو الجندي، وايضا متواجد عبد الرحمن الجندي الاخ الاصغر او الشقيق الاصغر لعمرو الجندي. يكاوت الثواني الاخيره عبد الرحمن عاصم الجندي يشوط ما يسجلش، يلم على طول الدهشان اوبن شوت. دهشان ينجح في تسجيلها 3 نقاط ينجح في تسجيلهم كريم الدهشان. ده الفارق الى نقطتين لصالح نادي الاهلي. يضغط نادي الجزيره في المان تو مان بريس فول كورت. 6 دقائق 21 سنه متبقيه على نهايه احداث كوارتر اول. عيسى ليونز في بدايه الهجمه، المان تو مان نادي الجزيره بالسكرين على طول مع كيجو. عيسى على الاوبن شوت، عيسى في الاوبن شوت، عيسى في الثري بوينت، ثاني الثلاثيات ينجح عيسى في تسجيلها، يوسع الفارق الى 5 نقاط للصالح الاهلي والاهلاويه. 12-7 لصالح النادي الاهلي عن طريق عيسى ليونز. رميح سامح في الدرايف 1-1، رميح يطلع الكيك اوت على طول لديلا، ديلا على طول لدهشان بالسكرين في البيك اند رول، لكن دهشان راح بالفلوتر شوت ما يسجلش. على طول متواجد في الديفنسيف ريباوند ويلحقها كده قبل ما تطلع، لكن هارد لك يا ابو النصر، لكن التراي كانت رائعه من مروان سرحان. على طول تقول الكره الى صالح نادي الجزيره. انتصاف احداث كوارتر اول. هادي عيسى تاني الثلاثيات، عيسى 10 نقاط نجح في تسجيلهم حتى هذه اللحظات في عمره وبدايه احداث الكوارتر الاول. سكرين عدى الدهشان بيكندرول مع ديلا، ديلا بشمال وراح لكن لا يسجل. يجو على طول في الديفنسيف ريباوند ولا اروع، يسلم على طول لعيسى. عيسى في الفص بريك لمهيب، مهيب في الاوبن شوت، مهيب لا يسجل. رميح سامح واقف على الديفنسيف ريباوند، رايح على الفص بريك 2-1، راح وصل رميح لا يسجل، لكن فولو دانك ولا اروع من مانو او عبد الرحمن الجندي ينجح في تسجيل نقطتين، ده الفارق الى فرق 3 نقاط. جانب من الحضور كابتن محمود الخطيب، وايضا متواجد دكتور هشام العمري الشقيق الاصغر ليه
الراحل والمغفور له باذن الله كابتن العمري فاروق العمري. اوتسايد اهلاوي. 4 دقائق 52 ثانية متبقية على نهاية أحداث كوارتر أول. سلم على طول مهيب. مهيب يقلب الملعب لأبو النصر، لم يجرى أي من الفريقين أي تغييرات حتى هذه اللحظات. سكرين لأبو النصر. أبو النصر بالون إن ون. أبو النصر يهوش ويطلع الكيك أوت على طول لمروان سرحان. مروان في الأوبن شوت لا يسجل. تراي كده مرة تانية لكن بيقول العب. وأدي عيسى ثالث الثلاثيات. عيسى ينجح في تسجيل 3 ثلاثيات في 5 دقائق. عيسى ينجح في تسجيل 13 نقطة من قصد 15 للصالح الأهلي والأهلوية. عيسى ليونز المحترف الأمريكي. رمح سامح يروح بالدرايف 1-1 ينجح في تسجيل نقطتين. يضيق الفارق مرة تانية إلى 4 نقاط 11-15 لصالح الأهلي والأهلوية. عيسى ليونز هيطلع الأول. بداية الهجمة للأهلي والأهلوية. لكن هنا هنا عصب الجندي بيربط حذائه. كابتن محمد دمياطي هيبدأ هيستأنف اللعب. بريس فول كورت أو ضغط كده بمعنى أصح على عيسى ليونز. سلم على طول لأبو النصر. أبو النصر لكيجو. كيجو لمهيب. يستلم على طول عيسى. عيسى لمهيب مرة تانية. مهيب بالبتوين يروح يوصل في الأخير ينجح في التسجيل نقطتين ولا أروع من مهيب ولا أجمل. ينجح في تسجيلهم على طول. تبدأ الهجمة لكريم الدهشان في نادي الجزيرة. دهشان ياخد سكرين من ديلا أو عفاضيل يقف على الميديم شوت يشوت ينجح في التسجيل. أكتر من أحرز نقاط حتى هذه اللحظات هو كريم الدهشان في نادي الجزيرة. 8 نقاط سجلهم حتى هذه اللحظة. ادي اللعبة الأخيرة لمهيب. لم يستسلم في الأوت أوف بالانس كده أو قدر إنه ينجح في تسجيل نقطتين. عيسى ليونز في بداية الهجمة. عيسى. عيسى في الأوبن شوت. عيسى 3 بوينت لكن المرة دي لا ينجح في التسجيل. يلم ديلا على طول ويسلم للجندي. الجندي في بداية الهجمة. الجندي في الأول زاوية. لسه الجندي يقلب على طول في السكيب باس عند الدهشان. الدهشان في الون أند ون بالاوبن شوت على الميديم لكن لا يسجل. مهيب على طول يلم في الديفنسيف ريباوند ويسلم لعيسى. عيسى تحت الباسكت لكيجو بالباك لاب. كيجو لكن ما ينجحش في التسجيل. ياتي على طول مروان سرحان سكند شانس ولا اروع. ينجح في تسجيل نقطتين ويضيف الفارق 6 نقاط لصالح الاهلي والاهلاويه. عبد الفضيل منو او عبد الرحمن الجندي لكن هنا تيرن اوفر. مخالفه المشي بالكره بيحتسبها الكابتن محمد دمياطي. في شبه كبير ما شاء الله ما بين عبد الرحمن الجندي وعمرو الجندي حتى الدقن. في شبه كبير جدا ما شاء الله. طبعا والدهم الكابتن شريف الجندي نجم نادي الجزيره السابق واحد نجوم منتخب مصر. اجرى كوتش وجوسي تغيير او تغييرين 3 تغييرات عمرو الجندي والبيج او وعمر و كريم حاتم. عمرو الجندي لسكيب باس لعيسى. عيسى في الاوبن شوت. عيسى 3 بوينت. عيسى ولا اروع. عيسى ينجح في تسجيل 16 نقطة حتى هذه اللحظات في احداث وعمر كوارتر اول. عيسى ليونز. كريم دهشان يسلم للصناديلي يقلب الملعب لرمح سامح. رمح في البيز لاين يشوط على الاوبن شوت ما يسجلش. كريم حاتم على طول ينجح في الديفنسيف ريباوند تخبط كده في رجل رمح سامح واوت سايد لصالح الاهلي والاهلاوي. يخرج عبد الرحمن او منو عبد الرحمن الجندي ينزل احمد سامي. خرج من النادي الاهلي كيجو وخرج ايضا مهيب وخرج ابو النصر نزل مكانهم عمر طارق والجندي وكريم. تيرن اوفر كده من النادي الاهلي تروح على طول رميح سامح في الفاست بريك. رميح راح وصل ما يسجلش لكن نجح في يحصل على خطا شخصي وفاول على مروان سرحان بالتو شوتس لصالح رميح سامح. رميح سامح على تنفيذ الرميتين الحرتين. فري ثرو اول لرميح. اعتقد في تغيير. رمح سامح هو الفري ثرو الاول.
ينجح في التسجيل. فري ثرو تاني ورمية حرة تانية لرميح سامح. لا يسجل. البيج او على الديفنسيف ريباوند. سلم لكريم حاتم يبدا الهجمه. اعتقد هل لو في تغيير في النادي الاهلي هل خرج عيسى؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. لا لسه عيسى متواجد. عيسى ليونز سلم على طول في ال 1-1 تحت الباسكت واخد بوزيشن عمر طارق. يروح عمر طارق بيمينه. عمر طارق ينجح في تسجيل لقطتين. عمر طارق وياخد معاهم الاند 1 والخطا الشخصي على سيف الصناديلي رقم 15. ادي درايف سبين موف ولا اروع. استخدم جسمه بطريقه رائعه. قدر يوصل الباسكت ونجح في تسجيل نقطتين. مروان سرحان يخرج ينزل الكابيتانو سيف سمير. 24 14 لصالح الاهلي والاهلاويه. دقيقه ونص متبقيه على نهايه احداث كوارتر اول. البيج او في الاند 1 ينجح في التسجيل. كريم دهشان في بدايه الهجمه لنادي الجزيره. عمر عزب يعود الى ارض الملعب بدلا من عيسى ليونز. بيسلم على طول لجيزه اللي لسه نازل. جيزه لاحمد سامي على الميديم شوت لكن سلم لجيزه مره ثانيه بسكرين من سيف الصناديلي لاحمد سامي. سامي الميديم بتاعت احمد سامي ينجح في تسجيل نقطتين. احمد سامي قوته في بوزيشن 4 او مركز 4 في الميديم شوت. هتشوفوه النهارده في اكثر من تراي وتقدروا تشوفوا قوته فين. زون ديفنس نادي الجزيره. جونز المحترف الامريكي لنادي الجزيره يشارك للمره الاولى. كريم حاتم في الكيك اوت للجندي. الجندي في الاوبن شوت. الجندي على الثري بوينت لا يسجل. وادي هنا في ايه؟ هنا اوتسايد على النادي الاهلي. 25 16 تسع نقاط فارق لصالح الاهلي والاهلاويه. كوتش اوجوستي او السنيور اوجوستي الاوتسايد لنادي الجزيره. يضغط عمر عزب على كريم الدهشان. كريم يعدي بالسكرين مع احمد سامي. كريم دهشان ما زال كريم دهشان محتفظ بالكره. يسلم لسامي. سامي للصناديلي. جونز بالهاند اوف. جونز بيك اند رول مع الصناديلي. الصناديلي في الباك لاب ما يسجلش. الجندي على طول في الديفنسيف ريباوند ويسلم لكريم حاتم. كريم الثواني الاخيره في عمره احداث كوارتر اول. كريم حاتم لسه. كريم ياخد سكرين من بيج او. عدى كريم طلع السكيب باص لعزب. عزب على الاوبن شوت. عزب ينجح في تسجيل ثلاث نقاط. عزب يوسع الفارق الى 28 16 علشان تاتي معها صفره انتهاء احداث كوارتر اول بتقدم النادي الاهلي 28 16. الصراحه قصيره اعزائي المشاهدين ما بين احداث كوارتر اول وثاني. هل لا هل لسه يعني هل في حاجه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. لو نبص زملائنا في الكنترول نظره سريعه على اللوحه نعرف تايم قد ايه. لكن انا شايفه ان الجندي عاصم الجندي نزل مكان سيف الصناديق. هنشوف مره ثانيه. جونز في الثواني الاخيره شوت لا يسجل. خلاص انتهت احداث كوارتر اول بتقدم النادي الاهلي 28 16. اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ما بين احداث كوارتر اول وثاني على ان نعود ونلقاكم باذن الله في بداية أحداث الكوارتر الثاني.
رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الكوارتر الثاني في المباراه المؤجله من الاسبوع الرابع او الجوله الرابعه ما بين الاهلي والجزيره، ديربي الجزيره يعود على ارض صاله الامير عبد الله الفيصل. انتهت احداث كوارتر اول بنتيجه 28-16 لصالح الاهلي والاهلاويه. ستارت اللاين اب النادي الاهلي اللي فنش بيه الكوتش اوجوستي. الكوارتر الاول الجندي كريم حاتم، عمر طارق، سيف سمير، وعمر عزم. اما تشكيل او ستارت اللاين اب اللي بدا بيه كوتش احمد صقر، جيزا وجونز، كريم دهشان، سيف الصناديلي، واحمد سامي. زون ديفنس 2-3 نادي الجزيره. درايف كده والكيك اوت عند كريم حاتم. كريم للجندي مره ثانيه، لسه الجندي خد سكرين من سيف سمير، يقلب لسيف، هاند اوف على طول مع الجندي. الجندي في درايف واحد على واحد، السكيب باس عند عمر عزب. عمر عزب تاني الثلاثيات، تاني الافتتاحيات، 3 بوينت ولا اروع من عمر عزب. اولى نقاط احداث كوارتر ثالث، يوسع الفرق الى 31-16. مان تو مان النادي الاهلي. سكرين على طول لجونز، جونز في ال 1 ان 1 يروح يقابله البيج او، لكن في فاول صافره من الكابتن عمرو زاهد، خطا شخصي وفاول على سيف الصناديلي رقم 15. اوتسايد اهلاوي. كريم حاتم في بدايه الهجمه للاهلي والاهلاويه، لا زال نادي الجزيره زون ديفنس 2-3. كريم حاتم بالسكرين على طول مع البيج او. كريم للجندي، عمرو الجندي تاني اولى الثلاثيات لعمرو الجندي، تاني الثلاثيات في احداث كوارتر تاني. عمرو شريف الجندي ينجح في تسجيل اولى نقاطه وتاني الثلاثيات في كوارتر التاني. جونز في ال 1 ان 1 يسلم لسامي، سامي في الدرايف واحد على واحد، يلف ويرتكز بالفيدوي يشوط لا يسجل. الجندي على طول في الديفنسيف ريباوند، حاضر اللي عزب يقلب الكره لعزب على طول. عزب السكيب باس عند كريم حاتم، باك بيفوت يطلع كيك اوت عند سيف سمير، لكن اوبن شوت لا ينجح في التسجيل. كريم دهشان على طول يلم ويقلب على طول لسامي، قطع له توصل لجونز، جونز بيهوش يطلع لكريم دهشان، طلب السكرين من سيف الصناديلي. مان تو مان النادي الاهلي، عدى بالسكرين في ال 1 ان 1 بيكندرول على طول، بلوك ولا اروع من البيج او، ينجح في الحصول على الكره على طول كريم حاتم بعد بلوك ولا اروع من عمر طارق. كريم حاتم يسلم لعمر طارق للجندي، عمرو الجندي بنتريشن من البيز لاين بالفلوتر شوت بالباسكت بالاند وان، ينجح في تسجيلها عمرو الجندي، تسجيل ولا اروع، فلوتر ولا اجمل، اند وان في النهايه، باسكت كاونت واند وان لصالح عمرو الجندي. ٣٠ نقطه ما شاء الله، كان توب سكورر في مباراه كوت ديفوار في التصفيات الاولى او الويندو رقم واحد لافريقيا اللي اقيمت في صاله حسن مصطفى. رغم الهزيمه بفارق نقطتين الا ان المنتخب المصري بقياده الكوتش هنري كرودل قادر على العوده. 30 نقطه سجلهم عمرو الجندي في مباراه كوت ديفوار، والاندوان ينجح في تسجيلها عمرو الجندي. تعالوا نقول لحضراتكم على المرحله الترتيبيه لكلا الفريقين. الاهلي في المباراه الاولى او الجوله الاولى فاز على هليوبلس بنتيجه 100-61، الجزيره خسر امام سبورتن بنتيجه 70-61. المباراه الثانيه او الجوله الثانيه كانت الاهلي والزمالك 70-69 لصالح الاهلي، اما المباراه الثانيه لنادي الجزيره فكانت امام سموحه، واستطاع الجزيره الفوز بنتيجه 69-60. الجوله الثالثه كانت امام الاتصالات للنادي الاهلي 87-78، اما الجوله الثالثه للجزيره كانت امام الزمالك وهزم بفارق 4 نقاط 76-72 لصالح الزمالك. الجوله الرابعه تم تاجيلها وهي بتتلعب امام حضراتكم النهارده. الجوله الخامسه الاهلي تقابل مع سبورتن وفاز بنتيجه 88-73، اما الجزيره تتقابل مع الاتحاد وفاز الاتحاد بنتيجه 75-69. الجوله السادسه كانت امام الاتحاد، استطاع النادي الاهلي الفوز على الاتحاد بنتيجه 84-78، اما نادي الجزيره استطاع الفوز على اليوبلس بفارق 10 نقاط 66-56. والجوله الاخيره السابعه امام سموحه فاز الاهلي بنتيجه 74-58، وفاز الجزيره على وي او المصريه للاتصالات بنتيجه 91-55. الاهلي في المركز الاول
يبحث عن العلامة الكاملة في المرحلة الترتيبية الدور الأول. الحيازة لصالح نادي الجزيرة. جيزة يستلم الكرة في بداية الهجمة، يضغط عليه عمر عزب، لم يجري كوتش أوغوسيا والسنيور أوغوسيا أي من التغييرات. دي لا يعود إلى أرض الملعب، جونز في الواحد على واحد يروح، لكن هنا يخطف كده ويعمل ستيل كريم حاتم وتطلع أوتسايد لصالح نادي الجزيرة. أوتسايد الجزيرة، استلم على طول أحمد حاتم، لسه نازل جونز يقلب الملعب لحاتم، حاتم في الأوبن شوت على الثري بوينت شوت لكن لا يسجل. كريم حاتم على طول في الديفنسيف ريباوند، حاضر كريم ومع جونز قلب نادي الجزيرة مان تو مان. كريم حاتم سلم على طول الباك باس كده للجندي، الجندي في الأوبن شوت، الجندي حاول معاها كده عمر عزب لا يسجل، جيلة على طول على فضيل لكن عمر عزب يعمل الستيل ولا أروع للجندي على الأوبن شوت الجندي لكن لا يسجل، على فضيل ديفنسيف ريباوند ويسلم لجيزة. يقلب الملعب جيزة على طول لأحمد حاتم، لسامي، لديلا أو عبد الفضيل، لعب للنادي الأهلي. جيزة لسه جيزة 10 ثواني متوقع على زمن الهجمة. جيزة في درايف واحد على واحد يقف على الميديا بشوط لكن البلوك الثاني ولا أروع من بيج أو، يستلم على طول عمر عزب في بداية الهجمة. 7 دقايق متوقع على نهاية أحداث الكوارتر الثاني، عمر عزب يعمل الأسيست، عمر طارق ينجح في تسجيل نقطتين ولا أروع، ينجح في تسجيله ويوسع الفرق الى 39-16. لم يسجل نادي الجزيره حتى هذه اللحظات اي نقاط في بدايه وعمر الكوارتر الثاني. ديلا او عبد الفضيل، جونز، جونز 1-1، جونز طلع كيك اوت لعبد الفضيل، عبد الفضيل في الميديا بشوت، شوت نجح في تسجيل نقطتين اولى نقاط احداث الكوارتر الاول لصالح نادي الكوارتر الثاني، عفوا لصالح نادي الجزيره. عمر عزب يسلم على طول لعمر طارق تحت الباسكت، عمر بيلف وادي الباك لياب لكن هنا قطع منه الكره وتعمل معاه بلوك وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. 39-18 لصالح الاهلي والاهلاويه، 21 نقطه والفارق في ديربي الجزيره. اوتسايد اهلاوي، كريم حاتم هيطلع الاوت، سلم كده لعمر الجندي، عمر الجندي في البيز لاين بيقول لي سيف وسع، لسه الجندي في الوان ان وان، الجندي وادي الفلوتر بتاعت الجندي راح لكن هنا في الاخير اعترضوا جيزا بفاول وخطا شخصي لصالح عمرو الجندي بالتو شوتس ورميتين حرتين لصالح عمرو الجندي. تو شوتس ورميتين حرتين، فري ثرو اول للجندي، عمرو الجندي على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل، فري ثرو تاني ورمية حرة تانية لعمرو الجندي ينجح أيضا في التسجيل، يوسع الفرق إلى 41-18 للأهلي والأهلاوية. أحمد حاتم عبد اللطيف يقود الملعب في مركز صانع الألعاب أو البوينت جارد، الأهلي ما زال مان تو مان. الأهلي إن شاء الله المباراة القادمة هتكون في بداية الراوند الثاني للمرحلة الترتيبية أمام هليوبلس. أدي أحمد يشوط على الأوبن شوت أو على الميديم شوت ما يسجلش، يلم عبد الفضيل في السكند شانس 10 ثواني متبقية، أحمد سامي لديلا على الأوبن شوت، ديلا في الميديم لكن لا يسجل، جونز على تراي سكند شانس لكن ولا أروع من كده، بلوك يا سيف ينجح فيه الحصول على الكرة بعد البلوك ولا أروع من سيف سمير، سيف على الأوبن شوت، سيف سمير بلوك ثم 3 بوينت ولا أروع، سل الكابيتانو سيف سمير، هتهم الأول يا مخرجنا، هات البلوك وراها على طول 3 بوينت. بداية الهجمة عند جيزة، جيزة تراي كده على الباسكت ما ينجحش في تسجيلها لكن الأخير يعني ميس أندرستاند كده ما بين عمر عزب وعمر طارق، شكرا لمخرجنا. آدي هنا كريم حاتم سلم لي سيف وادي ال 3 بوينت بعد ما عمل بلوك ولا اروع من سيف سمير. كابتن خطيب، كابتن خالد مرتجي، كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، كابتن طارق الغنام مدير الجهاز، وادي 3 بوينت من جونز يتابعون المباراه، وايضا الدكتور هشام العمري الشقيق الاصغر للكابتن العمري فاروق العمري رحمه الله عليه. عمرو الجندي لسه عمرو مستحوذ على الكرة لكن فاول وخطأ شخصي على جونز لصالح عمرو جندي.
3 بوينت الأخيرة لجونز. سيف سمير، سيف في الون وان مع أحمد سامي، سيف لسه سيف يعمل السبين كده ويرتكز ويروح بالفيدوي يشوط لكن لا يسجل، يلم على طول ديلا ويسلم لأحمد حاتم، أحمد حاتم للدهشان ليعود مرة تانية للملعب. أحمد حاتم في الدرايف لسكيب باص على طول عند الدهشان، الدهشان تحت الباسكت لديلا، ديلا بيحاول يلعب واحد على واحد يروح بشماله ما يسجلش. الجندي في الديفنسيف ريباوند، الجندي في الاول زاوية، الجندي يروح، الجندي ينجح، الجندي يسجل، الجندي يحرز معاها الاند وان لصالح عمرو الجندي والاهلي والاهلاويه. عمرو الجندي على الاند وان. يخرج كريم حاتم وعمر طارق، ينزل مكانهم كيجو، وايضا يخرج ديلا وينزل عبد الرحمن الجندي. مين نزل مكان كريم حاتم؟ هل عيسى ليونز؟ عمرو الجندي في الاند وان. لا يسجل، احمد سامي في الديفنسيف ريباوند ويسلم لاحمد حاتم. احمد حاتم مان تو مان لازال النادي الاهلي بالسكرين مع احمد سامي، يسلم لسامي، سامي بالهاند اوف لكريم، كريم بالسكرين مع مانو، كريم بيعدي السكيب باس عند سامي، سامي لمانو لكن ضغط من النادي الاهلي دفاعاته قويه. 5 ثواني، ادي جونز في الدرايف راح لكن لا يسجل، والخطا الشخصي على ابو النصر اللي نزل مكان كريم حاتم. تو شوتس لصالح جونز، كان متبقي 3 ثواني وجزئين من الثانيه على زمن الهجمه، 3 دقائق و52 ثانيه متبقيه على زمن واحداث الكوارتر الثاني. تو شوتس ورميتين حرتين للجونز، فري ثرو اول لجونز. ينجح في التسجيل. بدايه الهجمه الاهلي البريس، لكن هنا 3 باصات تنتهي بدنك ولا اروع. بريس من نادي الجزيره ينجح النادي الاهلي في 3 باصات بالظبط تنتهي عند كيجو بدنك ولا اروع بعد اسيست ولا اجمل من عمرو الجندي. لسه احمد حاتم 48-22. احمد حاتم يقف على الاوبن شوت، شوت لا يسجل. عبد الرحمن الجندي لكن سيف سمير بالخبرات ينجح في الديفنسيف ريباوند ويسلم لعمرو الجندي. عمرو العزب، عزب يسلم لكيجو، كيجو يقلب الملعب لسيف سمير، سيف لابو النصر لعمر عزب مره ثانيه. 10 ثواني متبقيه على زمن الهجمه. السكرين لعمرو الجندي على شماله، عمرو الكيك اوت عند سيف، سيف درايف يسلم يشوط، عمر عزب ينجح مع البازر بيتر او قبل البازر بيتر في اضافه 3 نقاط كمان للصالح الاهلي والاهلاويه. 51-22 للصالح النادي الاهلي. 256 ثانيه متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الثاني. وهذه خطا شخصي، خطا اخوي ما بين عمرو الجندي الاخ الاكبر أو الشقيق الأكبر وعبد الرحمن الجندي الشقيق الأصغر. ليونز، عيسى ليونز يعود إلى أرض الملعب. مهيب ومروان سرحان. جونز درايف على الباسكت لا يسجل، على طول يلم كيجو، كيجو لمهيب، مهيب لمروان سرحان، باسكت ولا أروع. فاست بريك نموذجي من مروان سرحان واحمد مهيب، ينجح في تسجيل نقطتين كمان ويسلم الكره لاحمد حاتم. احمد سامي لجونز، جونز في بدايه الهجمه، جونز ضعف واحد على واحد، جونز بشماله ينجح في تسجيل نقطتين. ده الفارق الى 24-50. كيك اوت عند مهيب، مهيب يهوش، مهيب في درايف يسلم على طول لكيجو، كيجو يقلب الكرة لعيسى ليونز، عيسى 16 نقطة في الكوارتر الأول، عيسى ليونز، عيسى يعترضوا كده بترنق بستيل وتصل إلى جونز، جونز على طول لأحمد حاتم، حاتم يسلم لسامي تحت الباسكت على الميديم، سامي ينجح في تسجيل نقطتين، قلت لكم الميديم بتاعته
او قوته في الميديم بتاعته. 26-50 للصالح الاهلي والاهلاوية. 24 نقطة متقدم النادي الاهلي، يبحث عن العلامة الكاملة. الجولة المؤجلة من الاسبوع الرابع، الهاندوف على طول مع عيسى مروان، اوبن شوت مروان لا يسجل، حظك وحش مروان. هارد لك مانو على طول يلم ويسلم للدهشان، الدهشان كريم الدهشان. اخر الثواني واخر الدقائق في احداث وعمر الكوارتر الثاني، الدهشان يتراجع مره ثانيه، يسلم على طول لسامي، سامي يهوش، سامي في درايف يطلع يطلع على طول عبد الرحمن، عبد الرحمن من لكريم الدهشان، عبد الرحمن اربع ثواني متبقيه الشوط، عبد الرحمن مانو او الجندي لا يسجل، يلم على طول ابو النصر، تصل لابو النصر في الفاص بريك ابو النصر، في الاول زاويه ابو النصر بالفلوتر ابو النصر ينجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. تايم اوت يطلبه الكوتش احمد صقر لايقاف تقدم النادي الاهلي 52-26 لصالح الاهلي والاهلاويه. تعالوا نستمتع بالتعليم، نسمع التعليمات، نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت، طلب الكوتش احمد صقر. عود الى ارض الملعب كيجو ابو النصر، مروان سرحان و احمد مهيب وعيسى ليونز وماسي النادي الاهلي. خمسة وخمسين ستة وعشرين لصالح النادي الاهلي. الحيازه للجزيره، ديربي الجزيره. لو زملائنا الاعزاء في الكنترول نعرف التايم قد ايه مظبوط، يعني نشوف فاضل قد ايه بالظبط. 45 ثانيه فعلا. احمد رميح سامح يسلم على طول لاحمد حاتم، لرميح، رميح في الوان ان وان، رميح يلف ويرتكز يطلع على طول لكريم الدهشان. اخر خمس ثواني زمن الهجمه، كريم، كريم الدهشان يقف ويشوط على اوبن شوت لا يسجل، توصل فيه لعبد الرحمن منو لرميح، رميح في الدرايف يطلع الكيك اوت لكن اوتسايد وترن اوفر على نادي الجزيره. 23 سنه متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثاني، هجمه كامله لصالح الاهلي والاهلاويه. 55-26 10 نقاط نجح في تسجيلهم نادي الجزيره في بدايه احداث الكوارتر الثاني او طوال احداث الكوارتر الثاني. عيسى ليونز، عيسى لما الاهلي سجل 27 نقطه في الكوارتر الثاني. عيسى، عيسى في درايف يطلع لمهيب، مهيب في الاوبن شوت، مهيب لا يسجل، ابو النصر ينجح كده لا ما ينجحش، يسلم على طول الدهشان علشان خلاص تنطلق نهايه او صافره انتهاء احداث الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي 55-26 امام نادي الجزيره في ديربي الجزيره في الجوله المؤجله من الاسبوع الرابع لدوري السوبر. المرحله الترتيبيه اعزائي المشاهدين، استراحه قصيره ما بين احداث كوارتر اول وثاني، ثاني وثالث، نعود اليكم سريعا فلا تذهبوا بعيد. Thank you.
رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث كوارتر ثالث في ديربي الجزيره المقام على صاله الامير عبد الله الفيصل. معكم الرياضي احمد مناع يحييكم مره ثانيه بعد انتهاء احداث كوارتر اول بتقدم النادي الاهلي 28-16، والكوارتر الثاني اللي ما كانش معانا تفوق النادي الاهلي بنتيجه 55-26. تشكيل نادي الجزيره اليوم: عبد الرحمن الجندي، رميح سامح، احمد حاتم، احمد سامي، زياد صقر، عاصم الجندي، الصناديلي، جونز، كريم دهشان، محمد جيزة، وعبد الفضيل. القادة الفنية للكوتش أحمد صقر ومدرب المساعد خالد حمدي والكوتش علي الراوي. أما التشكيل الماتادورز الأهلاوي: عيسى، عمر عزب، عمرو الجندي، مروان سرحان، سيف سمير، عمر حاتم، كيجو، كريم حاتم، أحمد مهيب، محمد أبو النصر، عمر طارق، وعمر موفق. القادة الفنية للكوتش والسنيور اوجوستي جول بيبوش ومساعداه كابتن احمد الجرحي والكابتن رامي دياسي ومدير الجهاز الكابتن طارق الغنام. على بركه الله بدايه احداث كوارتر ثالث، شارك فيه النادي الاهلي حتى هذه اللحظات 10 لاعبين من اصل 12 لم يشارك حتى هذه اللحظات. عمر حاتم مصعد من تحت 18 سنه، وعمر موفق ايضا مصعد من تحت 18 سنه للنادي الاهلي. اما نادي الجزيره فشارك كل من عبد الرحمن الجندي، رميح سامح، احمد حاتم، سامي، عاصم الجندي، والصناديلي، وجونز، ومحمد جيزه، وعبد الفضيل. لم يشارك حتى هذه اللحظات زياد صقر رقم 11. حكام اللقاء اليوم: الكابتن عمرو زاهد، كابتن محمد دبياطي، وكابتن مصطفى عبد البسيط. الستارت لاين اب للنادي الاهلي في الكوارتر الثالث: عيسى ليونز، مروان سرحان، عمر طارق، عمر عزب، وابو النصر. اما الستارت لاين اب او الخماسي اللي هيبدا بيه الكوتش احمد صقر: جونز، وعبد الرحمن عاصم الجندي، وزياد صقر في اولى المشاركات، وكريم الدهشان، واحمد سامي. الحيازه التبادليه لصالح نادي الجزيره. ديربي الجزيره اللقاء المؤجل من الجوله الرابعه للدوري والمرحله الترتيبيه لدوري الممتاز الجوله الاولى. أولى الأخطاء الشخصية على عمر طارق، وتو شوتس لصالح جونز المحترف الأمريكي. رميتين حرتين والفري ثرو الأول لجونز. لا يسجل. 55-26. عيسى ليونز في احداث الكوارتر الاول والثاني 16 نقطة منهم 3 3 بوينت. عيسى ليونز. عمرو الجندي 2 3 بوينت. وادي فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية لجونز ينجح في تسجيلها ويسجل معها أولى نقاط أحداث الكوارتر الثاني. عمر عازر في بداية الهجمة. عمر في المان تو مان نادي الجزيرة. عمر يعدي قبل الثمان ثواني يسلم على طول لعيسى. تيرن اوفر من عيسى وباد باص. يستلم جونز على طول في الستيل يسلم لزياد صقر. زياد يقلب الملعب دهشان في الاكسترا باص عند عاصم الجندي في الاوبن شوت اير بول يلم على طول النادي الاهلي عن طريق عيسى ليون. عيسى في الاول زاوية. عيسى يعلق كده للبيج او. البيج او يفتتح اولى نقاط احداث الكوارتر الثالث. 2 بوينت واسيست ولا اروع من عيسى ليونز. كريم الدهشان يبدا الهجمه يسلم لسامي. سامي يقلب الملعب على طول لعاصم الجندي لسكرنات عشان يفضي جونز تحت الباسكت. وادي خطا شخصي وفاول على محمد ابو النصر. قدر يعدي جونز بعد ما اتعمل سكرين من عاصم الجندي من كريم دهشان. سكرين كويس قدر انه يخلي جونز سابق ابو النصر. اوت سايد للجزيره. عاصم الجندي هيطلع الاوت سلم لسامي. سامي للدهشان. دهشان في بدايه الهجمه لعاصم اللي طالع كده على الاوبن شوت لكن يقرر يعمل بنتريشن ويطلع لزياد صقر رايح على الباسكت ما بينجحش بالتسجيل. البيج او على طول في الديفنسيف ريباوند يسلم لعمر. عمر عزب. عمر يقلب الملعب. عمر طارق. عمر طارق يبحث عن من؟ يبحث عن عمر عزب. عمر عزب في السكرين واحد على واحد يسلم لكن تتقطع وتروح لجونز على طول. جونز هجمة وفص بريك لسامي. سامي سلم للدهشان. دهشان في الميديم لا يسجل. تروي كده يحاول معاه مرة تانية لكن دايس على اللاين زياد صقر والاوتسايد لصالح نادي الاهلي. اوت اوف باوند او دايس على اللاين. 30 نقطة هو الفارق 57-27.
ده احداث الكوارتر 55-26. نجح كل فريق في اضافه نقطتين في بدايه احداث الكوارتر الثالث. ابو النصر ياخد سكرين يعدي يسلم ليونز، وادي الدنك روعه الروعه بعد اسيست والاجمل من عيسى ليونز ينجح البيج او في دنك واضافه نقطتين ثاني كده مسجل اربع نقاط في بدايه احداث الكوارتر الثالث. احمد سامي يسلم للدهشان بالسكرين مع الدهشان، عايز يلعب البيك اند رول يقلب الملعب في البيز لاين في الاكسترا باص على طول عند الجندي عاصم الجندي، لكن هنا في خطا شخصي وفاول على محمد ابو النصر. اعتقد هيتم تغيير ابو النصر. ثلاث فاولات لمحمد ابو النصر. اوتسايد احمد سامي يستلم بالهاند اوف على طول مع الدهشان بالسكرين، يسلم بيك اند رول لسامي، سامي الكيك اوت لزياد صقر يقف على الاوبن شوت ما يسجلش، يسلم على طول ابو النصر لعيسى ليونز، عيسى في درايف واحد على واحد في الاول زاوية بصع كده ولا اروع للبيج او، البيج او يروح بيمينه الهوك ولا اروع ست نقاط البيج او عمر طارع ينجح في تسجيلهم في الكوارتر الثالث حتى هذه اللحظات يعلي الفارق الى 61-27. زياد صقر زياد سلم لجونز، جونز لسه جونز في درايف واحد على واحد جونز يروح لكن بلوك ولا اروع من مروان سرحان والاوتسايد لصالح نادي الجزيرة. سامي على الاوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيلها احمد سامي في اضافه ثلاث نقاط مره ثانيه لصالح نادي الجزيره. عيسى ليونز عيسى ياخد سكرين من عمر طارق بيك اند رول مع عمر طارق، عمر طارق في الكيك اوت لابو النصر، ابو النصر في الاوبن شوت، ابو النصر لا يسجل على 3 بوينت يستلم على طول ويسلم احمد سامي للدهشان لعاصم الجندي، عاصم في الاوبن شوت، عاصم لا يسجل، زياد صقر في الاوفنسيف ريباوند او المتابعات الهجوميه، زياد صقر في الاوبن شوت مره ثانيه لكن لا يسجل وياتي معها خطا شخصي على عمر طارق وثلاث رميات حره لصالح زياد صقر. 61-30 ارتفع الفرق الى 31 نقطه لصالح الاهلي والاهلاويه. فري ثرو اول لزياد صقر ينجح في التسجيل للفرق الى 30 نقطه 61-31. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لزياد صقر ينجح ايضا في التسجيل. طبعا غيابات الاهلي ايماء ايهاب امين اللي اصيب في الكتف وهو في مراحله الاخيره ان شاء الله للتعافي هيعود باذن الله، هو كان اصيب مع المنتخب. زياد صقر على الفري ثرو الثالث ينجح ايضا في التسجيل. عمرو زهران نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله اصابته بالصليبي. عيسى ليونز بيعدي عيسى في الاول زاوية، عيسى يروح عيسى استخدم البورد، عيسى ينجح في تسجيل نقطتين، عيسى ليونز في الاول زاوية ينجح في التسجيل على طول لصالح الاهلي والاهلاويه، يوسع الفرق مره ثانيه الى 30 نقطه 63-33. بيكادرول مع احمد سامي، سامي يطلع لزياد اكسترا باص لسامي، سامي في الوان اون وان، سامي ميديام، سامي شوت، سامي لا يسجل، تغسل الكره عند عيسى، لا سامي حاول عليها مره ثانيه، سامي يسلم لعاصم الجندي، عاصم الدهشان هوش حلو قوي راح بالفلوتر شوت راح وصل بشماله ينجح في تسجيل نقطتين واضافه نقطتين لصالح نادي الجزيره. 65-63. وادي هنا في فاول وخطا شخصي كابتن محمد دمياط يحتسبه على احمد سامي رقم 9 من نادي الجزيره. اوتسايد للاهلي والاهلاويه 18 ثانيه متبقيه على نهايه الهجمه زمن الهجمة مرة ثانية في خطأ واضح على أحمد سامي يحتسبه الكابتن محمد دمياط. يخرج أحمد سامي وينزل عبد الفضيل ديلا يعود إلى أرض الملعب يتولى رقابة عمر طارق. مروان سرحان يسلم على طول لعزب، عزب بالبيز لاين في الأوبن شوت ميديم لكن لا يسجل، ديلا على طول في الديفنسيف ريباوند ويهدى على ملعبه كده ويسلم لكريم الدهشان اللي بيبدا معاها الهجمه لصالح نادي الجزيره. ديربي الجزيره الجوله المؤجله من الاسبوع الرابع في المرحله الترتيبيه
للدوري الممتاز 23-24. زياد صقر لديلا، هاند اوف مع كريم دهشان، دهشان اخر الثواني في زمن الهجمه يروح بالهوك ينجح ديلا في تسجيل نقطتين 37-63 لصالح الاهلي والاهلاويه. ليونز، عيسى ليونز، عيسى بالسكرين مع مروان سرحان، سويتش الاماكن كده، عيسى ياخد باك بيفوت يعدي، عيسى يروح بالدرايف وروعه الروعه، عيسى ينجح في تسجيل نقطتين كمان. عيسى عيسى كده يمكن انا بحسبها مش ما عنديش الداتا الاحصائيه، لكن اعتقد عيسى كده توب سكورر حتى هذه اللحظات فوق ال 20 نقطه في سجله الشخصي. وادي كريم دهشان يروح بالدرايف كده وينجح في تسجيل نقطتين. عيسى ليونز يبدا الهجمه ويسلم لعمر عزب، عمر عزب 65-39 26 نقطة، عزب في درايف واحد على واحد، عزب يروح عزب لكن لا يسجل، ديلا على طول في الديفنسيف ريباوند واللونج باص بالفاست بريك لعاصم، عاصم يهدى على ملعبه. عيسى ليونز يوقف ترانزيشن اوفنس للجزيرة. بيكندرول وادي ستيل روعة الروعة من عيسى ليونز، عيسى 2 على 1 يسلم على طول لعزب، عزب ينجح في ترجمة الفاست بريك نقطتين كمان لصالح الأهلي والأهلاوية 67-39. جونز، جونز بيهوش معاه أبو النصر، جونز الستيب باك يشوط على اوبن شوت لا يسجل، البيج او في الديفنسيف ريباوند حاضر، لكن هنا في زياد صقر يعني اعتقد تم اصيب، سلامات يا زياد. زياد صقر هينزل مكانه احمد حاتم، وادي سيف سمير وكريم حاتم بدلا من عمر طارق ومحمد ابو النصر. احمد سامي رمح سامح يعود الى ارض الملعب مره ثانيه. كريم حاتم يسلم لعيسى ليونز، عيسى لمروان سرحان، عيسى مره ثانيه بالهاند اوف السكرين من سيف سمير، عيسى ليونز، عيسى لسه عيسى كروس اوفر ولا اروع يعدي ويطلع السكيب باس على طول عند مروان سرحان، مروان في الاوبن شوت 3 بوينت ما يسجلش، تصل في الاخير الى رمح سامح يسلم لاحمد حاتم يبدا الهجمه، حاتم حاتم بالباك بيفوت يعدي ويسلم لرميح، رميح لسه رميح لديلا او عبد الفضيل تحت الباسكت اللي بدا من الجيش راح في الاخير يصل لكن لا ينجح في التسجيل، معاه دفاع قوي من سيف سمير لكن هنا في خطا شخصي وفاول على سيف سمير. شوفها مره ثانيه، خطا على سيف والتو شوتس لصالح عبد الفضل. اهلي في مباريات دوري البال، دوري ابطال افريقيا ان شاء الله هيبدا يوم 19 ابريل، وهقول لحضراتكم في التوقف ما هي مجموعه الاهلي ومواعيد المباريات اللي هتقام ان شاء الله في حسن مصطفى. عبد الفضيل فري ثرو اول ينجح في التسجيل، ده الفرق الى 27 نقطه. ديلا على الفري ثرو الثاني اخر 3 دقائق و18 ثانيه متبقيه في زمن احداث الكوارتر الثالث لا يسجل الفري ثرو الثانيه، جونز يلم لكن اوت اوف باوند كده ودايس على اللاين والاوتسايد لصالح الاهلي والاهلاويه، هيضغط نادي الجزيره. في البريس فول كورت 2-1-2. رجع مان تو مان وهيضغطوا على كريم حاتم، احمد حاتم وكريم حاتم. عيسى ليونز يسلم على طول لكريم حاتم بالسكرين مع سيف سمير، بيكندرول ولا هيعمل فلوتر، راح عمل فلوتر لكن اير بول، جيل على طول في الديفنسيف ريباوند ويسلم لاحمد حاتم، حاتم لسه حاتم يسلم لعبد الفضيل، عبد الفضيل لجونز ياخد السكرين، جونز جونز في ال1 ان 1 دفعات قوي من الاهلي، يسلم لديلا، ديلا تحت الباسكت لجونز، ديلا مره ثانيه في البيز لاين معاه واحد على واحد يضغط عليه، الكيك اوت عند احمد حاتم، اكسترا باص عند عاصم، عاصم يشوط ينجح في تسجيل 3 نقاط. كوتش اوجوستي بيقول له الكابتن عمرو زاهد في مارشيه 3 نقاط يضيفهم عاصم الجندي في جعبه نادي الجزيره، والخطا الشخصي على رميح سامح رقم 4 تجاه عيسى ليونز.
الإعادة هي والخطأ الشخصي على رميح سامح والأوت سايد لصالح الأهلي. كريم حاتم بياخد مسكينين عشان يعدي يسلم في الأخير إلى مروان سرحان اللي بالملعب على طول لكريم حاتم. كريم بالسكرين مع سيف يقلب السكين باص عند مروان سرحان لكن دايس على اللاين اوت اوف باوند طبقا لاشاره كابتن محمد او كابتن مصطفى عبد البسيط والاوتسايد لصالح الجزيره. اخر دقيقتين و15 ثانيه متبقيه في عمر احداث الكوارتر الثالث. رمح حسام الجزيره فالحيازه مع جونز 1 ان 1 جونز بالستيب باك بالفيد اوي شوت لكن اللي يسجل يزق الكره كده على طول لعمر عزب لعيسى ليونز مره ثانيه. عيسى في البيهايند باك عيسى يسلم لسيف سمير الكابيتانو على الاوبن شوت لكن لا يسجل ديلا على طول في الديفنسيف باوند ويسلم لاحمد حاتم لسه حاتم مع الكوره. حاتم في درايف واحد على واحد يروح بالبنتريشن لا يسجل تصل الى جونز يستغل الاوبن شوت في البيز لاين شوت ينجح في تسجيل ثلاث نقاط ده الفارق الى 21 نقطه لصالح الاهلي والاهلاويه 67-46. عيسى ليونز عيسى لسيف سمير لعيسى تاني بالهاند اوف عيسى اوبن شوت عيسى 3 بوينت عيسى روعه الروعه ينجح في اضافه ثلاث نقاط مره ثانيه لصالح النادي الاهلي يوسع الفارق الى 24 نقطه 70-46. احمد حاتم دقيقه تقريبا متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثالث. رميح سامح اوبن شوت رميح بيرد على طول ياتي الرد سريعا عشان بداية الفرق الى 21 نقطة مرة ثانية. كريم حاتم في بداية الهجمة للأهلي والأهلاوية. كريم في درايف واحد على واحد. كريم يقلب الملعب على طول مروان سرحان. مروان لعمر عزم. عمر 8 ثواني زمن الهجمة يقلب الملعب الناحية الثانية على طول لسيف سمير. سيف بالميديم يشوط لا يسجل على طول يلم عاصم الجندي. عاصم الثواني الأخيرة 35 ثانية عاصف في الأولزاوي راح وصل نجح في تسجيل نقطتين وخد معاه فاول وأند وان والخطأ على سيف سمير. سيف سمير يرتكب فاول وخطأ شخصي تجاه عاصم الجندي ومعها الأند وان وتغيير كيجو هنشوف نازل مكان مين. ده الفارق مرة ثانية إلى 19 نقطة كيجو بدلا من مروان سرحان. الجندي ايضا يعود الى ارض الملعب. هاند وان لعاصم الجندي ينجح في تسجيلها. الثواني الأخيرة في عمر الكوارتر الثالث تقدم النادي الأهلي بنتيجة 70-52. عيسى ليونز في بداية الهجمة يسلم للجندي كيجو على طول جاي بالسكرين لكن هنا في فاول وخطأ شخصي على عاصم تجاه شقيقه الأكبر عمرو الجندي. أوتسايد أهلاوي عيسى ليونز يطلع الأوت يسلم على طول هاند اوف من كيجو للجندي. الجندي في درايف واحد على واحد يلف ويرتكب يروح تصل في الاخير لكيجو لكن كيجو لا ينجح في التسجيل ويرتكب فاول وخطا شخصي على مصطفى كيجو. تو شوتس لصالح نادي الجزيره. تو شوتس للجزيره. على التنفيذ عبد الفضيل ديلا. 8 ثواني متبقيه في زمن الكوارتر الثالث. ديلا او عبد الفضيل على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لديلا. حرة ثانية لا يسجل يلم على طول كريم يسلم لعيسى ليونز. عيسى في درايف واحد على واحد في الأولزاوية يطلع كيك اوت على طول لسيف. سيف يسلم الكرة لكيجو. كيجو يروح على الباسكت ينجح في تسجيل نقطتين ومعاهم الأند وان في الثواني الأخيرة من زمن أحداث الكوارتر الثالث. سيف سمير مصطفى كيجو بعد أسيست ولا أروع من سيف سمير ينجح في تسجيل نقطتين يأتي معها الأند وان لكيجو.
يجوا الفري ثرو او الاند وان ينجح في التسجيل. 73-53 وتاتي معها صفرة انتهاء احداث كوارتر ثالث بتقدم النادي الاهلي وتفوقه بنتيجه 73-53 فارق ال 20 نقطة. استراحة قصيرة ما بين احداث كوارتر ثالث ورابع ونعود اليكم سريعا. لأنه بيقطعوا لا كله نبيل اقعد يلا ده قطع عليها رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث كوارتر اخير والكوارتر الرابع ما بين الاهلي والجزيره في درب الجزيره. الحيازه التبادليه لصالح الاهلي والاهلاويه. الهاند اوف على طول مع عيسى ليونز. عيسى درايف عيسى سلم لسيف ميديام سيف شوت سيف نجح سيف في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الرابع والاخير في ديربي الجزيره. 75-53 لصالح الاهلي والاهلاويه. بدايه الهجمه عند احمد سامي. سامي يسلم بدوره الى عاصم الجندي. عاصم يبحث عن جونز. جونز لسه جونز. عاصم ياخد سكرين من ديلا. عاصم في درايف واحد على واحد. جونز تحت الباسكت ينجح في الاخير في التسجيل نقطتين كمان ينجح فيهم في اضافتهم جونز المحترف الامريكي عشان يظل الفارق 20 نقطه كما هو. انتهت احداث الكوارتر الثالث 53 الجزيره 73 الاهلي. عيسى ليونز. عيسى كروس اوفر والاروع ميديام شوت شوت لكن لا يسجل. ديلا على طول في الديفنسيف ريباوند ويسلم لاحمد حاتم. حاتم حاتم يقلب الملعب لسامي. حاتم مره ثانيه. حاتم يهوش يعمل الدرايف او البنتريشن لسامي في الكيك اوت على البيز لاين لكن ما يشوطش لكن هنا في الاخير اوت اوف باوند دايس على اللاين وتقول الكره لصالح الاهلي والاهلاويه. 20 نقطه هو الفارق. عيسى ليونز 75-55 لصالح الاهلي والاهلاويه. عيسى يسلم على طول لكريم حاتم. سيف سمير وكيجو وعمرو الجندي ده الخماسي اللي بدا بيه الكوتش او السنيور اوجوستي. بدايه احداث كوارتر الرابع. بيك اند رول اكسترا باس هنا عند سيف سمير. سيف من البيز لاين على الاوبن شوت ثاني الثلاثيات للسيف سمير ينجح في تسجيلها ويوسع الفارق الى 78-55. جونز في بدايه الهجمه. جونز 23 نقطه هو الفارق. جونز بيك اند رول مع ديلا. عبد الفضيل في ال1 ان 1 مع كيجو بالستيب باك شوت لكن ما يسجلش. جونز بيحاول معاها لكن في الاخير تصل الى عيسى ليونز. عيسى عيسى درايف واحد على واحد بنتريشن لسه الكره معاه. عيسى يسلم على طول لكريم حاتم. كريم واحد على واحد كريم في البنتريشن يهدى على ملعبه كريم. 10 ثواني متبقيه. كريم حاتم. كريم لسه كريم. 5 ثواني متبقيه. عيسى ليونز يخلص على طول يسلم لكيجو. كيجو في الاوبن شوت لكن ما ينجحش في التسجيل. ديلا على طول او فضيل يلم في الديفنسيف ريباوند ويسلم لاحمد حاتم. حاتم يهدى على ملعبه. حاتم
احمد حاتم اوبن شوت احمد حاتم في البند كده او في البنده وينجح في تسجيل ثلاث نقاط. ده الفرق تاني ايه المره الثانيه الى 20 نقطه 58 78. عيسى ليونز عيسى يسلم على طول لكريم حاتم تحت الباسكت كده واخد بوزيشن سيف سمير من تمان نادي الجزيره. عيسى يعدي عيسى لسه عيسى يقف على الميديم شوت بالستيب باك ولا اروع. عيسى ليونز مان اوف ذا ماتش النهارده ينجح في تسجيل نقطتين في ظل صراع او ظل عفوا حراسه مشدده على عيسى ليونز الدفاعية. جونز جونز في الوان وان جونز بالفيداوي شوت نجح في تسجيل نقطتين رد سريع على طول من جونز ينجح في تسجيل نقطتين يضيق الفرق مره ثانيه الى 20 نقطه. كريم حاتم كريم درايف كريم هاند اوف مع كيجو كريم حاتم بالسكرين والريسكرين يقلب الملعب على طول لسيف سمير سيف في البنتريشن يسلم لعيسى يسلم لعيسى عيسى في الدرايف عيسى في الستيب باك عيسى ليونز ينجح في تسجيل 2 بوينت كمان مره بالفيداوي ولا اروع. عيسى ليونز نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي 2 بوينت جديده. جونز بالسكرين مع ديلا جونز في البنتريشن عايز يباصي كده لديلا لكن يعمل الستيل ويعطل الكوره وادي درايف مره ثانيه لعاصم لكن عمرو الجندي على طول يلم في الديفنسيف ريباوند فص بريك 4 على 3 في البيس لاين على طول لكريم حاتم يهدى كريم حاتم مره ثانيه ويسلم لعيسى ليونز عيسى على اوبن شوت عيسى في 3 بوينت عيسى ينجح في التسجيل ثلاث نقاط لعيسى ليونز على طول. دي ثلاثيه كام تقريبا السادسه ست ثلاثيات سجلهم عيسى ليونز حتى هذه اللحظات. احمد حاتم في درايف واحد على واحد بالبنتريشن لكن هنا ياخد فاول وخطا شخصي على عمرو الجندي لصالح احمد حاتم. الماتادورز يتفوقون بفارق ال 25 نقطه على نادي الجزيره في ديربي الجزيره. مباراه قادمه ان شاء الله امام نادي هليوبلس في اول مشاركه ليه عمر حاتم المصعد تحت 18 سنه يشارك رقم 9 وايضا يعود الى ارض الملعب احمد مهيب. احمد حاتم عبد اللطيف والفري ثرو الاول والرمي الحره الاولى ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه لاحمد حاتم ينجح ايضا في التسجيل. كريم حاتم ضغط من نادي الجزيره بريس فول كورت 2-2-1 نجح في الستيل على طول وترن اوفر على النادي الاهلي وادي رمح سامح لكن تراي كده على الباسكت وما ينجحش. عمر حاتم يسلم على طول لمهيب مهيب في الاوبن شوت مهيب 3 بوينت مهيب ينجح مهيب في اضافه ثلاث نقاط مره ثانيه للاهلي والاهلاويه 88-62 26 نقطه والفارق. احمد سامي هاند اوف مع جونز جونز في البنتريشن والدرايف واحد على واحد يروح يصل لكن في الاخير يرتكب معاه كيجو خطا شخصي وفاول وتو شوتس لجونز. زي ما قلت لحضراتكم الاهلي مجموعه الاهلي في البال فور ان شاء الله مواعيد المباريات يوم 19 ابريل القادم الاهلي في مجموعته اهلي بني غازي من ليبيا سيتي اورليس من اوغندا وبانجي من سنترال افريكا او افريقيا الوسطى. ان شاء الله الاهلي يتقابل مع سيتي اورليس يوم 19 يوم 20 مع اهلي بنغازي ويوم 22 مع الاهلي مع بانجي من افريقيا الوسطى ثم يعود الاهلي والسيتي اورليز مره ثانيه يوم 24 يوم 26 مع اهلي بنغازي ثم الاهلي وبنجي يوم 27. كل التمنيات بالتوفيق للماتادورز الاسباني بقياده السنيور اوغوستي جول بيبوش وتحقيق بالفور ان شاء الله. جونز على الفري ثرو الاول 88-62 انتصاف احداث وعمر الكوارتر الرابع. جونز والفري ثرو الاول لا يسجل. فري ثرو تاني لجونز
ينجح في التسجيل. 63 88 25 نقطة مطلقة هو الفارق. سيف سمير رسف الكورت 2-2 و2-1-2 ينجح في الستيل مرة تانية. جونس ويروح بدنك في الأول زاوي ده الفرق مرة تانية إلى 23 نقطة. 88-65 2-1-2 بريس فول كورت. وادي هنا كريم حاتم لازم يخرج بالباص على طول. وادي خطأ شخصي وفاول على جونز رقم 23 جونز أوتسايد لصالح الأهلي والأهلوي. كريم حاتم، عمر حاتم، أحمد مهيب، مصطفى كيجو، سيف سمير، الخماسي المتواجد على أرض الملعب في أحداث الكوارتر الرابع. مشاركة عمر حاتم مازال متبقي. عمر موفق رقم واحد، واحد أيضا من ناشئين ونجوم المرتبط بقيادة كابتن محمد أشرف توفيق. من تمان نادي الجزيرة. نعود إلى الملعب مرة تانية. كريم حاتم بالسكرين مع كيجو، كيجو لعمر حاتم، كيجو تحت الباسكت في الوان ان وان، كيجو يلف ويرتكز لكن هنا في فاول وخطأ شخصي على أحمد سامي رقم 9 من نادي الجزيرة. الأوتسايد هيطلع الأوت عمر حاتم. يقلب الملعب على طول لمهيب، مهيب يهوش ويسلم لعمر حاتم. عمر لمهيب مرة تانية، طلب السكرين من سيف سمير. مهيب يقلب الملعب على طول لعمر حاتم. عمر حاتم أولى ترايات كده، أول محاولات على الباسكت على 3 بوينت لا يسجل. رمح سامح على طول في الديفنسيف ريباوند وياخد السكرين من مانو أو عبد الرحمن الجندي. يسلم لأحمد سامي لرمح مرة تانية بالسكرين، عدى رميح راح وصل بالفلوتر شوت ينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الجزيرة. ده الفرق إلى 21 نقطة مرة تانية لصالح الأهلي والأهلوية. كريم حاتم، كريم لمهيب، مهيب أوبن شوت من بعيد لا يسجل. سامي على طول في الديفنسيف ريباوند. 3 دقائق متبقية و50 ثانية على نهاية أحداث المباراة والكورت الرابع. رمح سامح يسلم لسامي، سامي لرمح مرة تانية، ياخد سكرين رميح من سامي. رميح ميديم شوت شوت ينجح في التسجيل. ده الفرق الى 19 نقطه لصالح الاهلي والاهلاويه. 88-69 لصالح الماتادورز الاهلاوي. سيف سمير يسلم لكيجو، كيجو تحت الباسكت مع عبد الرحمن يلف ويرتكز يطلع الكيك اوت على طول لكن هنا ترن اوفر وباد باص على مصطفى كيجو والاوتسايد لصالح الجزيره. عمر موفق يشارك بدلا من مصطفى كيجو ويعود جيزا بدلا من جونز في تغيير غري كوتش احمد صقر في نادي الجزيره. يضغط النادي الاهلي، عمر حاتم يضغط على جيزا، عدى جيزا قبل الثمان ثواني. خد سكرين من سامي، يسلم لسامي في البيك اند رول، يقلب لاحمد حاتم، حاتم فري سكرين السكيب باس من رميح سامح. رميح يسيطر على الكرة لكن هنا كابتن مصطفى عبد البسيط يحتسب فاول وخطأ شخصي على مهيب رقم 14 والاوتسايد لصالح نادي الجزيرة. 3 دقائق متبقية على نهاية أحداث كوارت الرابع والمباراة. 88-69 للأهلي والأهلوية. منو أو عبد الرحمن الجندي يسلم لأحمد حاتم، منتظر سكرينات أو يطلع من السكرين كده. جيزة طلع من السكرين فعلا لكن هنا في أوفنسيف فاول على عبد الرحمن الجندي رقم 3 والاوتسايد والحيازة للأهلي والأهلوية. عزب يعود إلى أرض الملعب. عمر عزب لسه عزب يخلص من دبل سكرين كده وسلم في البيز لاين عند عمر موفق. عمر موفق اوبن شوت، عمر موفق اولى المحاولات الناجحه لعمر موفق بالثري بوينت ولا اروع ينجح في تسجيلها. يوسع الفارق الى 91-69 22 نقطه والفارق للاهلي والاهلاويه. رمح سامح يسلم على طول لسامي اللي طلب منه انه ينزل تحت الباسكت. سامي يعني يعدي على طول من عمر موفق اللي متولي رقبته وينجح في البيز لاين انه يسجل نقطتين بالباور لاير. عمر عزب ضغط من نادي الجزيرة يسلم على طول لمهيب، مهيب يهوش يعمل البنتريشن واحد على واحد بشماله ينجح يسجل واخد معها الاند وان لاحمد مهيب ينجح في تسجيل نقطتين ومعاهم الاند وان احمد مهيب.
ادي البنتريشن، ادي الوصول، ادي الفاول بشماله، ينجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. 93-71 اند 1، ورمية حرة إضافية لصالح أحمد مهيب. 2.5 ثواني متبقية على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. أحمد مهيب ينجح في تسجيل الأند 1. 94-71، 23 نقطة هو الفارق. جيزة يضغط عليه أحمد مهيب، عدى جيزة، سلم الرميح سامح اللي بيتولى رقبته عمر حاتم، يقلب الملعب لسامي، سامي الرميح سامح مرة تانية ياخد السكرين، لكن عدى من غير السكرين، يطلع لسامي، سامي في الميديم شوت، شوت وصل، نجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الجزيرة. هيضغط نادي الجزيرة البريس 2-2-1 أو 2-2-1. عمر عزب يسلم لمهيب، يقلب الملعب على طول، لكن الستيل حاضر على طول من كريم دهشان اللي بيسلم بدوره لسامي، سامي يغير اتجاهاته ويسلم لرميح سامح ليروح، لكن عمر موفق يرتكب فاول وخطأ شخصي، وتو شوتس لصالح رميح سامح. لسه طبعا الخبرات مع الدرجة الأولى لم يكتسبها عمر موفق، لكن أنا يعني أنا بأجزم إن عمر موفق واحد من هو وكريم حاتم، واحد أو الاثنين إن شاء الله من النجوم المستقبل في الدرجة الأولى بإذن الله. اهتمام كوتش أوجستي وكوتش داني بالقطاع الناشئين، ومعاهم طبعا كوتش مودي الجرحي وأيضا كابتن كريم ضيف. اهتمام واضح لقطاعات الناشئين في النادي. كريم حاتم 20 نقطة هو الفارق. عمر عزب الثواني الأخيرة في زمن الهجمة، راح عمر عزب بالباور لاب ما بينجحش في التسجيل، يحاول معاها كده عمر عزب ويضغط على رميح سامح، رميح سامح ينجح في الحصول على الكرة ويسلم في الإكسترا باص عند سامي، سامي في الدرايف واحد على واحد يروح حجز بجسمه يصل في الأخير ينجح في التسجيل نقطتين عشان يضيق الفرق الى 18 نقطة. اخر دقيقة متبقية في زمن واحداث الكوارتر الرابع والمباراة. سيف سمير يسلم لعمر عزب، 18 نقطة هو الفارق. 94-76 عزب يسلم لمهيب، مهيب يلف عايز يشوط كده شوط فعلا على الثري بوينت ما يسجلش، كريم حاتم يحاول معاها لكن هنا كانت الكرة لمست في الاخير اللاين والاوتسايد لصالح نادي الجزيرة. تايم اوت يطلبه كوتش احمد احمد صقر. فكر حضراتكم مره ثانيه بمجموعه النادي الاهلي في البال المقام ان شاء الله على صاله حسن مصطفى يوم 19 ابريل القادم باذن الله. مجموعه النادي الاهلي في بال فور، اهلي بنغازي من ليبيا، سيتي اورليز من اوغندا، وبانجي من افريقيا الوسطى. هتبدا المباريات ان شاء الله يوم 19 ابريل الاهلي وسيتي اورليس، و20 ابريل الاهلي وبني غازي، 22 ابريل الاهلي وبانجي، ثم يعود مره ثانيه 24 ابريل الاهلي وسيتي اورليس والاهلي وبني غازي، 26 ابريل واخيرا 27 ابريل الاهلي وبانجي من افريقيا الوسطى. التعليمات الاخيره للكوتش احمد صقر، متبقي 33 ثانية في زمن الكوارتر الرابع والمباراة. انتهت التعليمات للكوتش او السنيور اوجستي. كل التوفيق للماتادورز الاهلاوي في بالفور. تقدر تقول كده عزيزي المشاهد اكلينيكيا فنيا، وننتظرها رسميا. انتهت الاحداث المباراة بفوز النادي الاهلي، كده يحصل على نقاطه و يكون أنهى المرحلة الأولى من الدور الترتيبي بالعلامة الكاملة. يبدأ جيزة الهجمة، يعدي قبل الثمان ثواني جيزة، لسه جيزة مع الكرة، يسلم لأحمد سامي، سامي عايز يلعب واحد على واحد، يروح يصل لرميح سامح، رميح في الميديم شوت، شوت لا يسجل، يعمل الفولو مرة تانية وينجح في تسجيل نقطتين ويضغط نادي الجزيرة. يستلم على طول سيف سمير في نص الملعب، يسلم لعمر عزب، عزب عزب يعلق لسيف سمير، سيف سمير تحت الباسكت ينجح في تسجيل نقطتين عشان
تصبح النتيجة 96-78 لصالح الأهلي والأهلوية. رميح سامح يحاول في الأخير 3 بوينت كده عشان يضيق الفارق، لكن تصل في الأخير إلى النادي الأهلي وتأتي معها صافرة انتهاء أحداث الكوارت الرابع والمباراة بفوز النادي الأهلي 96-78. مبروك النادي الأهلي المرحلة الأولى بالعلامة الكاملة بقيادة السنيور أوغستي جولبي بوش، الماتادورز يحتلون قمة جدول المجموعة. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي، حظ أوفر في المباراة القادمة لنادي الجزيرة. أعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، على أن نلقاكم بإذن الله في مباراة قادمة. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، ونلقاكم في القريب بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.